السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم عندنا 22 قول بأن لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ولا تتصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة نزلت تشكيلة الموسم وطلع لي منها لاعبين نار، يعني فتحت هذا مليون. شوفوا طلع لي أحلى بورد، كانسيلو، حكيمي، جنابري، ومش عارف من هو من الدور الهولندي، وغوميز، وزاها، ورمز جو، وكراسكو، لوريس، وزرامو باع، لوريس 2 مليون ونص سعره، وباكيجات أسطورية، بسم الله خلينا نفوت، وعندنا باكيج أول شي باكيج ضعيف يعني، بس مش راح أطلع منه لاعب، أكيد، فبسم الله خلينا نروح على الباكيجات بدناش باكيج مضمون، بحس أحسن بدون باكيج مضمون، للأسف 200,000 كوز عن ليش. الفاضي هيك 200,000 فوز، نفتح بكي جابوا 100,000 كل 86 وليت هيك تحمي. اوه جوارديولا حلو جوارديولا، يعني ما شاء الله كل لعيبة الفرق اللي جدت من ريال مدريد طلعت لنا ويليام. قديش يعني هاي سعره بيطلع؟ بس نشوف بعد المقطع بنبيعه ان شاء الله. شباب ياخذ تلبك جين جوجوبز في بطاقة 93 جات عطوني هاي انا ايش بدي فيها. بسم الله نطريك لبك جات 100,000 يا رب ازرق يا رب ازرق يا رب ازرق لا ارجعتيني يا اخي ميسي يرحم ابوك ميسي يا 10 مرات دي الواحد بيجي لا مستحيل ميسي ورونالدو بنفس الباكج الدور وميسي يا مستحيل والله يا مستحيل. شوف الحظ هولندي سي بي فان دوك اسم فرانكي خلاص فرانكي كوكسل كالعادي ازرق لا شاك 86 هذا صح 86 ايوه هو ما تجي ببيع كل ما تجي ببيع يا ريت ازرق يا ريت ارجنتين ارض مليون ميسي 94 يا سيدي ماريو ولا ميسي 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 اعطوني هاي النسخه قديش وقفت باكج 1 2 3 4 5 وكاوت وميسي منهم اللي فاليدا بس شو بدي بليفا خلا يرحم ابوك خلاص يرحم يا ميسي خلاص اوه حلو وانا اسكت وكلي يا افضل لاعب في التاريخ بالعالم يعني تاريخ الحكومة يا بابي يا على تشكيل على تشكيل زين والله شو عم بدي ازرق يا عمي بدي اللوف هسه بعطوني فكرت يسار يي فيش ازرق يا اخي شكل مالي 92 صح؟ لا مستحيل شو هالحظ يا اخي ايش هالحظ شوف قديش وقت واحد 5 بس يعني 4+90 انت متخيل يا اخي يا رب باكج مضمون يا رب باكج مضمون يا رب جنسية مثل العالم مين هون فيلا لا تعال نعم 3 باكجات من هون يا ايش في نجوم المستقبل جاي يطلع لي ايش يعني نجوم العالم المستقبليين فلاهوفيتش ومبابي يا اخي مستحيل اقسم بالله حظ افخم من الحظ اللي فتحنا فيه على باكجات تشكيلة السنة بريخو شو بدي فيك بريخو طيب يا ايش حنفتح هسه حنفتح بالبوينت اتوقع احظ افضل يا اخي ازرق الواحد بده ازرق حفتح 10 باكجات من هاي ما طلع ليش ازرق خلاص بدي اسكر المقطع واحد مش اسكر المقطع هاي الاول 2 مريم محرز
ثلاث هاي تنتين ورا بعض هاي ثلاث أربعة 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 لا لا الخامس الحكومة هذا المقطع أسطوري بالبقية السادس لا مستحيل أقسم بالله مش طبيعي يا أخي شوف ارجع عيد لقطة 10 ثواني الحكومة طلع لنا بالنص ورجع طلع لنا يعني نفس المكان وغير البطاقة يعني بطاقة والله يعني هيك سعره جاب لنا فوق المليون يا الحكومة يا الحكومة ما أعرفش كم باكج بس يلا يا أخي مستر أول لعبة بنتمناك لما تكون كل اللعبة ده لعبين ذهبية لما س يعني والله يمكن واحدة إذا حط العلو مش حدا كلهم من الأحداث حكيم من الانتقالات وجوزين زاي بعرفش أي بوك من حدث بلجيكي دي بروين متأكد 100% دي بروين يا أخي حظ اليوم يعني فوق 20 لاعب زاد أكيد آيكون والأزرق جورجينيو لا أنا ليش حظ بالبكيجات تغير لا بابي يا أخي شو الحظ يا أخي شو الحظ ريوكوستا كمان آيكون ليجون شفت ريوكوستا وينو؟ شو طلع اسمه ريو كوستا؟ ريو سيلفا مش كوستا مين ريو كوستا؟ يا جماعة مش طبيعي الحظ يا أخي مش طبيعي كمان حكمل والله حنفتح يعني شو والله حظي حلو أنا شايف هاي حكى التاريخ في كمان أجزاء خيل فادوسي يا زلمة روحي يا زلمة ايش هالحظ يا زلمة يا رب ورق أزرق فداك بابي كارت انت كل الباكيج حرام انت وفلان ازرق يا اخي حلو ميسي ورا بابي واضحه فريد وكانتي يا جماعه فريد بابي فريد كانتي ميسي دي بروين لعيبه العالم ما شاء الله فريد وكد بتمنى قلت هو زاه طلع لا زاه تخيل كمان ازرق ايكون هذا هاد ليفر 94 شو دي يعني خلاص شو تحكي عن الحظ ها شو تحكي عن الحظ اذا بطلع لي اوبرك خلاص ختمت التسعينات اوبرك مبلا اوه طلع لا انا يا شباب ايش فيه لعيبة الاحداث التسعينات ما شاء الله صح فيش ازرق يعني كثير بس ما شاء الله يعني فتحت 90 ما قطعناش ما شاء الله ايش في شو يا جماعه لو ببيعهم بالسوق ما لا سعرهم لا بعملهم كويك سنانا والله بيجي يمكن بالسوق ابصر كم بجيب منهم ملايين الكوينز يا رب تخيل حكومه هذا تحت 89 صح بس فيش حد بيقدر يحكي معاها باللعب قول الحكومة يا سالة يا رب يا اخي هاي البكجات شو مالها وعاد طلع لي منها ايش اسمه هاد زاها قبل التصوير يعني كنت افتح مين تعال نفتح بكجات مجانيين عن هيك زاها ارجوك هلر كمان بكيج لحطكم بمتابعين لحطكم بسم الله بدي اشوف الجنسية لا شفتها الرياضة اسكتلندي التسعين هذا الاسطورة كل شو فيه ايوه هو الدوري الانجليزي كل شي اسطورة فيه عرفته بس مش عارف اسمه كل شي اسطورة فيه ما شاء الله اربع خمس بكيجات البكيج الاول الثاني لا هذا اللعب بالتشكيلة الزرق هي يحفظ اسمه سانجاري يا جماعة سانجاري هيو بل هيو سانجاري ليش مطلعون لي الجيش الأزرق غريب كيف طلعتوا الأزرق يعني كمان بكيج يا أخي شو الحظ أفتح بكيج عشان مش متوقع ولا شيء أكيد يعني خلص بكيجات بيض هاي بيض بس بكيجات 100,000 والله بس بكيجات 100,000 من
صح، ما بصرف كوز على الفاضي، بس يلا عادي بوري. يا اح عاد حاسحط مع صورة بنزيما، انا هيك شفت بس بنزيما هي مش صورته، رونالدو اشي عادي اشي عادي بسيطة. شوفي ايش في يا حبيبي، يسبب بابي ناشي بيقول باكيد 27 لاعب هيك صار صح، بس مش غير 3 لاعبين فيها نركز يا جماعة. شكرا خلص حوقف المقطع على الجزء الثاني. ازرق 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 جنابري 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 كمان ايش كمان كمان لبورت 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 يلا حظ. ايش في ايش في ايش في اي امبابي وليفاندوسكي ورونالدو كل الباكج ما شاء الله. كمان ازرق كليني 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 يا جماعة. قد ايش صار معي كونز والله، اذا صرفت هيك يمكن يصير معي 70 مليون كونز لو بعتهم كلهم هيك. يا جماعة تكتب بالعنوان فوق طلع لنا اكثر من 30 اني و 50 لاعب فوق ال 90. يا جماعة شنو نحكي، هي خلص ذا المقطع هذا الجزء اول حامل 3 اجزاء، ان شاء الله يعجبكم. اهم شيء لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة. بس يا شباب هذا كان الحظ الاسطوري شفتوه، يعني شوف شوف كده شوف 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 ما شاء الله شوف 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 قديش ازرق طلعنا في الحلقة. واحد اثنين ثلاث زرق بس ثلاث زرق او تشكيلة سنة اربعة زرق خمس زرق ست لاعبين زروك وذلك ليش. ويا جماعة حنعمل لكم باكج ايكون مومنت بس لعيونكم ان شاء الله الهولندي الله يرحم ما دخلت. بسم الله يا جماعة، بس انا قاعد بعمل باكج بالله عليكم. شوفوا النادي شوف 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 النادي شوف يعني صح جورجينيو كنت محتاجه بدل رونالدينيو، يلا محتاجه محتاج شوف 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 مين حط رونالدو، حد يحط رونالدو بحد ايكون. جوارديولا لازم خلص اوقف يلا جوا جبنا اللاعبين من النادي كلهم من النادي يعني ولا يكون صرفنا تقريبا على ايش مشترى صرفنا كوينز يعني اللي لك جاهز بس ولا كوينز كان اشترى لاعبين ترشتيجن بشبك مع ميسي ايش بشبك مع ميسي زمان وين بشبك مع ميسي. بسم الله ايكون موجود بسم الله ردخلت قرنشة قرنشة يس 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 قرنشة. يا جماعة لهم بكون انتهت الحلقة ان شاء الله اكيد عجبتكم يعني كل هذا اللي جيت مش راح تعجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة يا شباب. السلام عليكم.